مشاهدينا، أيام بنودع عام 2018 بكل ما حملته من لحظات سعيدة ولحظات حزينة، بكل ما حملته من إخفاقات ونجاحات على صعيدنا الشخصي، وبكل ما حملته من مؤامرات وتحديات لنحمي قضيتنا من المؤامرة عليها. لهيك اليوم ببرنامج شو رأيك وبآخر حلقة بهذا الموسم، سؤالنا إلكم: شو أمنياتكم بعام 2019 وشو بتحكوا للعالم يلي بتآمر على قضيتنا الفلسطينية؟ يلا نسمع الناس شو بتحكي. برنامج شو رأيك اليوم عندنا آخر حلقة من برنامج شو رأيك في هذا الموسم، لهيك احنا خصصناها لنحكي للعالم كل عام انتم بخير، ونحكي رسالتنا كشعب فلسطيني للعالم، واحنا بنعيش أطول احتلال عرفه التاريخ، يعني رح يدخل عام 2019 ولساتنا محتلين. اليوم شو أمنياتك في عام 2019 وشو بتحكي للعالم؟ إن شاء الله يا رب العالمين تكون السنة جديدة خير على الناس، ويتحقق يا رب العدل، ويروح الظلم والاحتلال، لأن قابض على أرواحنا جد. يعني الواحد بيعيش في مرحلة، يعني في حياة الله بيعلم فيها شيء، في الواحد يعني ذل. نعم، شو رسالتك اليوم للعالم؟ شو بتحكي لهم كأم فلسطينية اليوم عانيتي من الاحتلال وعانوا أبنائك وأبناء شعبك؟ والله كل وحدة بتخاف على أولادها، وإحنا طبعاً الأم الفلسطينية أكثر وحدة بتخاف على أولادها. نتمنى السلامة لكل العالم إن شاء الله، وللمرأة الفلسطينية خاصة، يعني لأنها دايماً في خوف، ابنها بيطلع بيرجع وهي خايفة طبعاً عليه، دايماً في كلك، في خوف، في ذل، في تعذيب، هذا هو يعني. كل عام بخير والوطن بألف خير، وإن شاء الله عام 2019 عام حرية واستقلال وعدل بالعالمين. إن شاء الله. شكراً خالتو. إحنا تلفزيون فلسطيني برنامج شو رأيك، شو كانت 2018 عليك؟ يعني إحنا على أبواب 2019، أيام بتبصرنا عن 2019، كيف كانت 2018 معك على الصعيد الشخصي؟ أنا على الصعيد الشخصي الحمد لله رب العالمين، بس على الصعيد الشعب الفلسطيني كان عام مليء بالحزن وبدماء الشهداء وبهات الجرحى وبهدم بيوت وباستعمار جديد وبكل إشي يعني، وبانقسام متزايد ما بين شطر الوطن ضفة وغزة. للأسف 2018 كان عام حزين على الشعب، عام حزين، وكان مؤامرة وتحديات للشعب الفلسطيني لو يوقف وجه المؤامرة. عام 2019 الساعة احنا يعني متأمل من رب العالمين يبقى عام أحسن، بس متوقع انه تطبيق صفقة الكارنة عيبك اسوأ من هذا العام. لهيك شو رسالتك اليوم للعالم؟ رسالتي اول اشي رسالتي للشعب الفلسطيني لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه، برأ بالصدع الفلسطيني ولملمة الجراح، الوحدة الوطنية اهم اشي في الشعب الفلسطيني. شو رسالتك كمان للعالم واحنا على ابواب 2019؟ رسالة العالم انه احنا شعب منا التحرر، منا نعيش، شعب بحب الحياة، يعشق الحياة، وعلى هذه الارض ما يستحق حياة، على رأي الشاعر الشهيد محمود درويش، على هذا الأرض ما يستحق الحياة، ويجب أن يعيش على هذا الأرض بسلام وبأمان وبكل إشي وباستقرار. يكفي حروب وقتال، يعني إحنا منعيش في ظروف صعبة للغاية. لهيك إحنا بنقول إنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وإحنا صامدين هون، وإحنا شعب بنحب الحياة، وإن شاء الله 2019 تكون خير ومحبة وسلام ووحدة للشعب أكيد الفلسطيني. ومحب نهني إخواننا المسيحيين الطوائف الشرقية والغربية. نعم، بمرور عيد الكريسماس ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. يسعدك، شكرا لك. عام سعيد على شعب فلسطين كله، بكات سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله، وبلملمة الجراح يا رب، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. كل عام انت بخير والوطن بألف خير، شكرا لك. برنامج شو رأيك من تلفزيون فلسطين نسألك شو أمنيتك لعام 2019 وكيف كان معك عام 2018 على الصعيد الشخصي؟ والله الحمد لله كان منيح، يعني بس إن الظروف الصعبة اللي مرت فيها فلسطين من ناحية السياسة وما سياسة. إحنا تلفزيون فلسطين ببرنامج شو رأيك اليوم نحكي عن أمنياتك كشاب فلسطيني بعام 2019 على الصعيد الشخصي. طبعا أنا بحب أحكي للشعب الفلسطيني كل عام وهو بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله بيعم علينا السلام والأمن والراحة والأمان. أنا بتمنى بهاي السنة إن شاء الله أنه ربنا يوفقنا ونلاقي لنا وظيفة نتوظف إن شاء الله. هذا على الصعيد الشخصي. طبعا الصعيد
الوطن وعلى صعيد القضية. يعني احنا شفنا 2018 مرينا بأزمات ومصائب ومؤامرة على قضيتنا. شو رسالتك للعالم في 2019 واحنا بنعيش؟ انا بتمنى انه العالم ينظرنا نظرة انه احنا دولة تحت احتلال، وانه يساعد على انقاذ دولة فلسطين من الاحتلال ومن الاجرام اللي بيرتكبها الاحتلال الفلسطيني بحقه. وان شاء الله سنه خير وامان للجميع ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تلاقي وظيفه على 2019، وان شاء الله تتحرر فلسطين وتنحل كل امورنا. شكرا لك. شكرا تلفزيون فلسطين وبرنامج رايك. احنا تلفزيون فلسطين وبرنامج رايك. اليوم سؤالنا لكم باخر حلقه من موسمنا، شو امنياتكم بعام 2019 على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد قضيتنا وشعبنا الفلسطيني؟ اول شيء يعطيكم الف عافيه وكل سنه وانتم سالمين. ان شاء الله يرعد على الجميع مسلمين ومسيحيين بألف خير وسلام. أمنيتي الشخصية أنه يحل السلام زي ما حكيت على أرضنا وشعبنا الفلسطيني، وأمنيتي على الشعيد الخاص الله يخلي لعيلتي ويحميها. إن شاء الله أمين، وكل عام وأنت وأهلك والوطن بألف خير. حبيبتي وأنت بألف خير. بدنا نضيفك على حساب البرنامج على سناب شات عندك؟ فلسطيني برنامج شو رأيك. اليوم عم نسجل رأيكم ب 2018 وشو أمنياتكم ب 2019 على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد القضية والشعب الفلسطيني. والله 2018 الحمد لله يعني كانت كويسة على الصعيد الشخصي، ولكن بيض على الصعيد الفلسطيني والصعيد الوطني كانت صعبة على الجميع. قدمنا كثير شهداء وقدمنا أسرى، وضع البلد بيوز كان صعب ظل المؤامرات اللي بتقوم على القضية الفلسطينية حاليا من عديد من الدول سواء الإقليمية أو دولية. وإن شاء الله تكون 2019 سنة خير علينا وعلى القضية الفلسطينية وعلى أسرانا إن شاء الله. نعم. إيش في جرحانا؟ أنت حكيت عن المؤامرة اللي كانت على قضيتنا في 2018، لهيك إحنا على أبواب برضو انطلاق الثورة الفلسطينية وأبواب عام 2019. شو رسالتنا كشعب فلسطيني وإحنا عم نتحدى وبنقاوم المؤامرات على قضيتنا؟ شو رسالتنا اليوم للعالم؟ شوف، أول شيء رسالتنا لازم تكون أول شيء داخلية، إنه إحنا مفروض إنه نتوحد نحل موضوع مشكلة الانقسام بين الضفة وغزة، لأنه هذه هي بتكون يعني نقطة القوة عشان 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 نوقف أي مؤامرة سواء مهما كان هدفها سواء هون أو في غزة. فمفروض نحل مشاكلنا الداخلية بداية، ثم لما نحل الداخلي أتوقع إنه ما حدا بيقدر يتأمر علينا سواء بتصفية القضية أو إنه تحويل مسارها من قضية سياسية وطنية عادلة إلى قضية اقتصادية أو إنها إنسانية. نعم. هدف بس تقديم مساعدات وهيك. القضية أكبر من هيك، القدس انها تبقى عاصمتنا، الاسرى اللي بيعانوا حاليا قاعدين، المساعدات اللي بيحاولوا انه يعني يضغطوا علينا فيها انه نجد تنازل عن قضايا مهمه اساسيه مثل الدوله والقدس واللاجئين. شو حكينا؟ شو رسالتنا للعالم بعد رسالتنا الداخليه؟ انه يقفوا معنا، لانه احنا قضيه فلسطينيه قضيه عادله، بنطالب بحقنا البسيطه على الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف، حق اللاجئين، حق العودة. بس يعني هذا احنا هدفنا، ما بدنا شيء ثاني غير بدولتنا وعاصمتنا والحرية لنا ولأسرانا. بس كل عام بخير وأهلك بخير والوطن بخير. إن شاء الله ويكون عام 2019 عام سلام وسعادة إن شاء الله وحرية لنا كشعب فلسطيني. برنامج شو رأيك اليوم بآخر حلقة من موسم شو رأيك عم نسألكم عن أمنياتكم لعام 2019 وكيف كانت معك 2018؟ 2018 كتير كتير حلوة بالنسبة لإلي، وأنا بالنسبة لإلي ما بدي أبالغ إنه كل يوم أنا بعتبره حلو لإلي إذا أنا بستغله بشكل صح، بطلع له بنظرة تفاؤلية وكتير حلوة. هلا ممكن أي حدا في الدنيا ممكن يصير معه أشياء سلبية، بس اللي إيش الصح اللي إحنا اللي لازم نعمله إنه نستفيد من أغلاطنا لتكون إشي حلو علينا. يعني أنت حدا متفائل لهيك. طب شو بتحكي للناس اللي بمروا بصعوبات بحياتهم دائما زعلانين؟ شو رسالتك لإلهم بما إنك شخص متفائل ودائم الابتسامة؟ سواء زعلتي أو سواء رضيتي هذا الإشي بده يمر. تمام. هلا كل حدا انا بتمنى السنه الجديده خير علينا وعلى الجميع وعلى الشعب الفلسطيني، خير على اهلي، خير على زوجتي، خير على اطفالي، لانا كثير مبسوط فيهم. وانا بحكي انه كل حدا في الدنيا انه عنده كثير حزن، لا ابتسموا بس.
كل عام وانتم بخير واهلك واحبابك دائما بألف خير. طيب على الصعيد الشخصي احنا حكينا، طبعا على صعيد الوطن يعني احنا شفنا 2018 كان عام مليء بالمؤامرات على قضيتنا، من الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل، من نقل السفاره، من كثير من المؤامره على قضيه اللاجئين. لهيك شو رسالتك اليوم كشاب فلسطيني للعالم في 2019 واحنا بنعاني من اطول احتلال وابغض احتلال عرفه التاريخ؟ صحيح، الان رسالتي للجميع انه كل اسرانا ترجع لوطننا، وحدتنا تضل، لمؤسساتنا، لدولتنا بألف خير، لسيادة الرئيس كمان ألف خير كمان، وللجميع. وأنا بحكي إنه لجميع العالم إنه انظروا لأطفال فلسطين اللي فعلا بحاجة إنه لتكون خير عليهم، وفعلا إنه إحنا تعبنا من الاحتلال وبكفي. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله عام 2019 عام محبة وخير وسلام للشعب الفلسطيني. لكم ولتلفزيون فلسطين، وعن جد شكرا لكم. شكرا لك. جولتنا وهيك بيكون انتهى برنامج شو رأيك لهذا الموسم. تابعونا في مواسم أخرى وبرامج أخرى، بنودعكم وبنحكي لكم لآخر مرة عن حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة. ضيفونا وتابعونا لتشوفوا كل جديد بتلفزيون فلسطين. وبآخر هذا الموسم نشكركم ونشكر متابعتكم، نشكر طاقم عمل تلفزيون فلسطين، ونشكر مخرج البرنامج صهيب فؤاد، وبنقولكم كل عام وانتو والوطن بألف خير، وإن شاء الله تكون عام 2019 عام محبة وسلام وخير وحرية لشعبنا الفلسطيني، ونكون نعلن دولتنا الفلسطينية. كل عام وانتو بألف خير، في أمان الله.